الإمكانيات المفتوحة وقيمت درست شاورت بكل استقلالية وبكل أريحية، وريت أنه من المصلحة العليا لبلادي أن لا أترشح، وعرضت الأسباب لماذا حتى لا يعني نخطئ في أولويات تونس. أولويات تونس ليس الصراع نهضوي أو لا نهضوي، مسلم أو لا مسلم، رئيس منتمي أو لا غير منتمي. أولوية تونس هو التنمية والسلم والوحدة إن شاء الله. ولهذا أدعو بالمناسبة إلى الترفع فوق الأكاذيب والأقاويل. أنا مع الأسف حس في نفسي أنه مرشح للرئاسة لمنصب سيادي وسامي كهذا يبدأ حملته الانتخابية المبكرة بالكذب، مع الأسف. وأدعوه هذا الرجل إلى أن يعتذر، مش لي، للشعب التونسي.